السلام عليكم، غادي نصحو جزء الموجات والفيزياء النووية للامتحان الوطني 2017 الدورة الاستدراكية ونقرأ المعطيات. الجزء الأول حيود موجة ضوئية، نضيء سلك الرافي عن قطره دي كتساوي 0.1 ملم بواسطة منبع ضوئي وحاد اللون، طول موجته لاندا، نعاين ظاهرة الحيود على شاشة توجد على بعد دي كتساوي 3.5 متر من السلك. أعطى قياس عرض البقعة المركزية، القيمة L كتساوي 56 ملم. نعتبر الفرق الزاوي صغير ونأخذ تونجون تيتا كيساوي تيتا. السؤال الأول، أوجد طول الموجة لاندا للمنبع الضوئي المستعمل. شوف معايا يا إخوان، هنايا بغاو طول الموجة. سؤال سهل، أولا ارسم واحد الشكل. عندنا هذه هي البقعة المركزية، وهنا فين كاين السلك، هاد الزاوية هي تيتا، كتسمى الفرق الزاوي. البقعة المركزية العرض تاعها كما قال، وهاد المسافة عندنا من هنا، هذه هي المسافة دي. اذا كيتكون عندي واحد المثلث هنا قائم الزاوية، اش غيكون عندنا من خلال الشكل؟ غيكون عندنا طونجونت تيتا كيساوي ال على جوج غير النص ماشي كامله هنايا، يعني ان طونجونت تيتا غيساوي ال على جوج دي. مع عطاوناهم في المعطيات، عطاونا طونجونت تيتا بريسك ايغال تيتا، اللي كان تيتا صغيره جدا هما قالوا لنا. اذا غتولي عندنا، اذا تيتا غتولي هي ال على جوج دي، مع من خلال الدرس هذه علاقه تيتا كتساوي لندا على ا، من هذه بجوج، من هذه ومن هذه، اش غيكون عندنا؟ غتولي عندنا لندا على ا ايغال ال على جوج دي، يعني ان لندا كتساوي ال في ا على جوج دي. دابا غادي ندوز ندير التطبيق العددي، سمحوا لي نطلع هادشي شويه الفوق، عاد ندير التطبيق العددي. التطبيق العددي لوندا كتساوي عندنا ال، شحال كتساوي ال؟ كتساوي 5 أو 56 ملم. غادي نحولها في 10 ناقص 3، شحال غتساوي عندنا ا؟ عطينا المعطيات الاول القطر، هنا عوض ا بامكاني ندير دي، هاد ا هادي هي دي، شحال كتساوي دي عندنا؟ كتساوي 0.1 ملم، وكنضرب في 10 ناقص 3 على جوج دي، شحال كتساوي دي حسب المعطيات؟ كتساوي 3.5. هادشي انا ديجا حاسبه، غادي نلقى لاندا كتساوي 8 في 10 ناقص 7 متر. غادي نأطرها، هادي عندنا هي لاندا، وهذا هو السؤال الأول. نمر للسؤال الثاني ونقرأ المعطيات. نعوض فقط المنبع الضوئي السابق فقط، يعني من غير حاجة، غير المنبع الضوئي، بمنبع ضوئي آخر أحاد اللون، لونه بنفسجي. زين إخوان، لبدلت المنبع الضوئي يعني لاندا كتبدل، الشيء الاخر كيبقى عندنا نفسه. كيف يتغير عرض البقعه المركزيه؟ علي جوابك. اوكي اخوان، ندوز للصفحه المواليه. السؤال الثاني لدينا، اول حاجه اخوان، لوندا تاع الفيولي راح اصغر من لوندا، عفوا صغر من لوندا تاع لوغوج، لان لوندا تاع لوغوج راه قريب ل 800، من 650 حتى 800، ولوندا تاع الفيولي باديه من 400 450، كتكون شي اللي عندها تمايا. هادشي عندنا لاندا طول الموجه تاع الفيولي بنفسجي صغر من طول الموجه تاع لوغوج. مع حنا غنعوض هادي حسب العلاقه اللي لقينا قبل، حسب هاد العلاقه هاي فين هي طورت لنا، غتولي عندنا هنايا كتساوي لوندا كتساوي ال تاع الفيولي مضروبه في ا اللي هي الديك، حنا نسميها ا هنايا، على جوج دي كبيره صغر
من ال تاع لو روج مضروبه في ا على جوج دي. غادي نختزل دابا، باش نختزل نختزل ب ا مع ا، وغنختزل ب دو دي مع دو دي. اش غيبقى عندنا؟ غيبقى عندنا ال تاع الفيولي صغر من ال تاع لو روج، وهما السؤال اللي سولونا قال لك كيف يتغير. مزيان هنايا، اذا يتناقص، اذا عرض البقعة، البقعة المركزية يتناقص. متفقين معايا هنايا؟ هذا فيما يخص الجزء الأول اللي هو جزء الموجات. غندوز الجزء الثاني، ولا تنساوش اخوان واحد جيم وواحد ابوني. ندوز الجزء الثاني نقرا. نواة الكوبالت ينتج عن تفتت نواة الكوبالت سي او، نواة النيكل ان اي ودقيقة اكس. معطيات كتلة نواة الكوبالت، كتلة نواة النيكل، كتلة الالكترون، وكتلة البروتون، وكتلة النوترون، وطاقة الربط بالنسبة لنوية لنواة النيكل. عطاوها 8.64. وعطاوك داك التحويل كيف ما درت معكم في الدرس. التحويلات راهم كيتعطاو واحد إيما كتساوي 931.5. السؤال الأول، تعرف على الدقيقة إكس ثم حدد طراز تفتت النواة. شوف معايا إخوان، ما تزربوش، ما ديرش الحسابات في السماء. قال لنا حسب معطيات أن الكوبالت يتحول إلى النيكل مع انبعاث دقيقة مجهولة إكس عندها أ وعندها زيت. الكوبالت 60 27، هنايا 60 28. اش كدير؟ كدير قانون صودي أو قانوني الانحفاض. قانون صودي، اش كيقول لي قانون صودي؟ كنفتحو واحد اللامة هنايا، كدير 60 كتساوي 60 داكشي الفوقاني زائد أ، و 27 كتساوي 28 زائد زد. اذا غادي نتاكدوا من ا شحال كتساوي والزد شحال كتساوي. ا غتساوي 60 ناقص 60 0، والزد كتساوي 27 ناقص 28 غتساوي ناقص 1. شكون هي الدقيقه اللي عندها 0 ناقص 1؟ هي الكترون. اذا المعادله كتعاود تكتب المعادله، كتقول لي الكوبالت 60 27 كتحول ليا الى النيكل 60 28 مع انبعاث الكترون. طراز التفتت غيكون هو بيتا موان. هذا اخوان فيما يخص السؤال الاول. غندوز للسؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك احسب بالماذ الطاقه المحرره او لي بيغي خلال التفتت. حسب الدرس الطاقة المحررة أو لي بيغي كتساوي، عطينا الكتلة، كتساوي كتلة النواة، أو بالأحرى ندير هي القيمة المطلقة تاع التغير في الطاقة. متفقين؟ اللي غتساوي ها القيمة المطلقة كتساوي كتلة النواتج إم تاع من؟ تاع النيكل زائد إم تاع إلكترون ناقص واحد ناقص ام تاع الكوبالت اللي هو المتفاعل. ولا نساوش السكري وندير القيمه المطلقه تاعي هنايا. غنعوض هنايا بالحسابات. كتله النيكل حسب معطيات اعطينا 59.91543 زائد كتله الالكترون تاعي معطيانا 0.055 ناقص ام تاع الكوبالت. ام تاع الكوبالت اعطينا هي 59. ردوا البال اخوات، تنساو شي رقم مع كثرة الحسابات، تنساو شي رقم ولا نساو السكري، غنخرجها من القيمة المطلقة. هادشي غادي نحسبوه بالآلة الحاسبة شحال غادي نلقاو الطاقة المحررة حنايا. غادي نلقاها 3.03 في 10^3، ولكن هادي باش؟ هذه بالإيمة في السيكاري، أنت كتضربها في 931.5 باش تولي عندك بالماف كيف ما شرحتها في الدرس، غتولي 2.3
جوج حافظ على شحال من الرقم عندك بعد الفاصله حافظ عليه. هكشي كان عندك في المعطيات عندك خمسه الارقام حافظ عليهم. ميف هذه اخوان هي الطاقه المحرره كتخرج بوزيتيف حتى درنا القيمه المطلقه. غنمر للسؤال الثالث. السؤال الثالث ورجع نقراه. حدد بالوحده الميف باغ نيكليو طاقه الربط بالنسبه لنويه لنواه النيكل، ثم استنتج من بين نواتين النيكل 60 والنيكل 56 النواه الاكثر استقرار. ماشي مشكله الاخوان، سهل نحسبوا هذه. باغي طاقه الربط بالنسبه لنويه، شوفوا الاخوان هنايا طاقه الربط بالنسبه لنويه تاع النيكل 60 هي طاقة الربط لنواة على رقم 60. دابا غنحسب مع غنحسب طاقة الربط وغادي نقلبها. طاقة الربط كتساوي عندنا شحال من بروتون، عندنا 27 مضروبة في كتلة بروتون واحد زائد 60 ناقص 27 اللي كتساوي 33، هذا عدد النوترونات في كتلة نوترون، ناقص كتلة النواة تاع النيكل كاملة وكاين عندنا في المعطيات. نعوض هاد الشيء بالحسابات تاعنا وحنا بشوية بشوية لينا. غتكون 27 في كتلة بروتون واحد حسب المعطيات هي 1.0728 زائد هذيك غتكون هي 33 مضروبة في كتلة النوترون تاعها كاينة في المعطيات 66 ناقص 29.91543. نحسبو هادشي هنايا. إيوا الحسابات تك 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 خاصنا آلة حاسبة، أنا ممكن نحسب بالتليفون ماشي مشكلة، حنا ديجا حاسبها كاملة خليها أبار. إذا هاد ابون اخوان غنحيدها من هنا نتوما كتعرفوا ليها غوتيغي. غتولي عندنا طاقة الربط بالنسبة لنوية تاع النيكل غتساوي لك الحسابات كاملة اللي كاينة عندنا، هادشي كامل غتجيبو هنا وغادي تقسم على 60. انا حتى حاسبها كاملة غادي تلقاها تقريبا 8.78 ولا نساش الوحدة ميف باغ نوكليو. متفقين معايا احنا حسبناها. السؤال مسالاش دابا غنعرف شكون النواة الأكثر استقرار. هنا حسب ما درت في التلخيص تاهو راه كاين في الشين كتقارن. لدينا طاقة الربط للنيكل 56 27 صغر من طاقة الربط بالنسبة لنوية تاع النيكل 60، واللي عنده طاقة الربط بالنسبة لنوية كبيرة هو الذي يكون أكثر استقرار. إذن Ni 60 أكثر استقرار من Ni 56، وهذا الإخوان كل ما يخص الموجات والفيزياء النووية تاع امتحان. كانت مسائل سهلة خاص واحد غير يرد البال. والسلام عليكم والله يسر لكم.